السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الآن كنتواجد في محور شرق غرب في اتجاه شارع محمد الخامس إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو كنعاودو كنترحمو على الشهداء ديال الكارثة الطبيعية والزلزال المدمر الذي بلغت درجته 6.8 ريشتر والذي ضرب منطقتي تارودانت ومنطقة الحوز. تعازينا الحارة لعائلات الضحايا وكنتمناو الشفاء العاجل لجميع الجرحى المتواجدين الآن في هذه الأثناء بمستشفيات المملكة المغربية. تحية عالية لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد الدرك الملكي وأفراد القوات المساعدة وأفراد الأمن الوطني وأفراد هذا البومبية هادو رجال الإطفاء الذين ساهموا بواحد الشكل اللي هو كبير في إنقاذ الضحايا وإيوائهم، وساهموا كذلك في التعامل مع الأطفال الصغار الذين يعيشون وضعية نفسية صعبة بعد هذه الكارثة التي ضربت مناطق جبلية وهي منطقة الحوز ومنطقة تارودانت. تحية عالية كذلك لكل المواطنين المغاربة الذين ساهموا بدون صور فوتوغرافية وبدون سيلفيات وبدون فيديوهات يوتيوب وبدون أي ظهور على قنوات السوشيال ميديا في مساعدة المنكوبين. وكنتمناو إن شاء الله كما قلنا الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وان شاء الله راه ما يكون خير، راه يكون خير ان شاء الله من هنا لقدام. اذا كما كتشوفوا معايا الاجواء في اكادير، الفيديو ما غادي نناقش حتى شي موضوع لان الموضوع الاهم دابا راه هو الزلزال، وكنغتنم هذه الفرصه هذه باش نترحم حتى على الضحايا ديال الكارثه ديال الفيضانات والاعصار الذي ضرب مدينه درنا ليبيا. اخواننا أشقاؤنا الليبيون العرب، وكنتمناو إن شاء الله أن لا المغرب ولا ليبيا يستافدوا من هذه الكوارث الطبيعية، وإن شاء الله ما يكون غير من القدام، ما يكون غير الخير إن شاء الله. بالنسبة لهذا المحور الطرقي العام اللي هو محور شرق غرب كما كتشوفوا معايا، راه الأشغال راه صافي سالات، التشوير راه داز ليه. الحاجة الوحيدة اللي كتبقى هي أنا من النظرية ديالي هو أنهم يديروا إن شاء الله شي دراسة باش يديروا دوك الممرات تحت أرضية في هذا المحور الطرقي، لأن دابا القضية راه مخفاة اليوم، راه الحد ما كيكونش عليه زعما الضغط، ولكن في أوقات الذروة فاش كيخرجوا الموظفين من الخدمة ولا كيخرجوا التلاميذ من المدارس وكيكون داك الترونسبور سكولير راه كيكون داك لومبوتياج، وما كرهناش يكون شي برنامج خاص بعد المظاهرات الكبرى منها، ومنيت هذه المظاهره هذه ديال شارع محمد الخامس انا غادي ندوزو منها، راه حتى هي كتعرف واحد التوافد ديال عدد كبير من السيارات. بطبيعه الحال هنا ما كيدوزوش دوك الريموكات وداك الشيء، كيدوزو غير هذوك الشاحنات ديال كيدوزو السلعه، ولكن هنا راه كيكون هو كما كتشوفوا معايا هنا اشهار من اجل التبرع بالدم، وراه تبارك الله راه المغاربه راه تبرعوا بالدم، مكانش داك المشكل. بالنسبة لهنا كما كتشوفوا معايا هذا راه شارع محمد الخامس، الشارع الذي تمت إعادة تهيئته من طرف شركة جد طيار. هاد العمال هادو لان هذاك سميتو الجيلي الليموني ها هو كيبان ليها، الناس باقي كيجلسو هنا في الكازا، يلاه بانو ليا شي وحدين جالسين هنا في الكازا، راه نورمالمون راه ممنوع الخدعة باش نهضرو على هادشي، راه ممنوع الانسان يجلس في الكازا، راه الكازا راه دار انا دارش باش تجلس فيه. انا هادي هي النظرية ديالي والله اعلم، كنهضر على الخدعة على هاد الكازو هذا.
راه الا بقاو كيكزو عليه الناس راه صافي غادي يموت. هو هذا الخوت. راه ما احوج انا الخوت للمساحات الخضراء. راه الدولة راه كدير لانفيستيسمون في المساحات الخضراء باش نكونوا واقعيين. بحال دابا اكادير فيها حديقة بن زيدون مزيان، إعادة تهيئة، حديقة أولى وإعادة تهيئة، حديقة لالا مريم إعادة تهيئة، وغادي يكون داك منتزه الإنبيعات، وغادي يكون شي منتزه ديال تيكيوين. راه بليزومون راه ما نقولوش ثاني بأن الدولة ما دارت والو، ولكن حنا كمواطنين خصنا نحافظوا على دوك المنتزهات. ها هو ثاني داك الإعلان ديال التبرع بالدم. تحيد. إذا هنا راه دايرين ثاني داك باقي كيجريسيو هنا في عباد الله. انا الله ما نخلص شي واحد بالربي. اذا هو هذا الفيديو، غادي نمشيو نجيبو واحد الدور هنا في مرجان نشوفو القضيه، غير نوريكم التناقض اللي كاين ما بين هنا وهنا. شوفوا معايا هنا، انا غندخل من هنا ياك. شوفوا معايا واش كاين هنا شي غارديان. شوفوا تبارك الله مرجان قداش. احنا دابا غادي ندوزو. وهذا دابا مرجان ياك. انا اللي من كاين مسيو بريكولاج. ها هي مرجان قداش كتبان لكم، شفتوا؟ وهذا مرجان ياك. شوفوا معايا دابا هنا واش كاين الحس ديال الموالين الجيلي الزرق ولا الصفراء؟ ما كاينش نورمالمون. نورمالمون الا مشينا بداك المنطق حتى هنا خصو يكون ياك. ها هو ما كاينش، كاينش نهائيا وما كاين حتى شي مشكل. ها الكترو بلانيت. ها هي الكترو بلانيت، ما كاين حدا حتى شي سميتو. وهذا هاهي نمشيو هنا. هنا كاين سيدي بلانيت سبور. هنا ما كاين حتى شي واحد، هنا حتى شي واحد ما عاس. الطونوبيلات راه عاس عليهم، المخزن اللي عاس عليهم. المخزن راه كاين، المخزن في هاد البلاد راه اي حاجه وقعت دابا راه كاين المخزن. ونزيدكم خبر اخرى، اكادير ان شاء الله من هنا للقدام راه غادي يكون فيها واحد السونتر ديال فيديو سيرفيونس جميع الشوارع الكبرى. وبحال هاد الساحات هادو هاد مرجان وهادشي غتكون فيه الكاميرا المراقبه، اللي دار شي مونتيف غيتشد. باش نقولها لكم. هو راه ما كاين هنا حتى شي. الو تقول غنمشي لكم حتى ديك البلاصه الاخرى، انا غادي نوقف انا كاع ليه وشوفوا شحال ديال الطوموبيل. ياك اليوم الاحد شحال هادي في الساعه؟ نو سوم لو 17 سبتمبر 2023 شحال هادي الساعه؟ 12:38 فاش كنصور دابا انا ياك الفيديو. وقت ما لحقتو راه ها مرجان، ها هي كتبان لكم تما مرجان. ها الطوموبيلات هنا حتى واحد ما كيقيسهم. انا طوموبيلتي راه ما فيها لا كاميرا، انا عندي داسيا ديال الفوفري، انا والو ما عندي فيها لا كاميرا لا والو، ولكن حتى واحد ما كيزرب، حتى واحد ما كيزربها، حتى واحد ما كيقيسها اصلا. اش غادي يديو فيها؟ وكاع اللي عندهم دوك الطوموبيلات الغاليين داكشي راه كيديروا فيهم الكاميرا. غادي ليه شي لعبه ولا شي حاجه غادي اسميتو غادخل الحبس. ها مسيو بريكولاج انا راه ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي واحد عس. اذا هذا هو المنطق ديالي انا مسيو بريكولاج. ها مسيو بريكولاج اون فو دي بريكي بيركوت. هاي هاي باش نبين لكم دابا هنا. هاي باركينغ دو قداش. ها هو ما كاين حتى شي مجلي، ما كاينش قطاع الطرق هنا تبارك الله. ها هو شوف ها هو ما كاين. والهيه والهيه تما كاينين اش عسي. يلاه خصنا المغاربه نتحدوا بحال هاد الدوائر هادو خصهم يحيدوا. راه ما كاينش الخوت شي حاجه سميتها خوت البارك. راه اللي كيخلص الباركين راه اما ما عارفش القانون ولا كيخاف منه، وحده في الشوش. يا اما ما كتعرفش القانون ولا خايف منها. ما شوف شحال ديال الطوموبيلات. ها الرونج رونج، ها الباصات ولا ما عرفت سميتها هادشي. ها ما كاينش، ما كاين هنا حتى شي واحد كيشد سميتو سر عند شي واحد. كاينين الناس خدامين بعرق كتافهم. ها هو تبارك الله واحد السيكوريتي هنا خدام بعرق كتافو بخير. انا كاع غادي نمشي لكم، انا كاع حتى اللي كيدخلوا من هنا كيخرجوا من هنا، انا كاع غادي ندوز لكم من هنا. ها مرجان كدا كداش مرجان كتشوفوا فيها. انا ندوز لكم ثاني. لا يوجد، ما كاين حتى شي واحد.
وتقول واش كاين شي واحد. فوالا ما كاين حتى شي واحد. يا الله وعلاش دابا هنا ما يجيو يتكاو على هنا؟ ولكن ولا حيك عارفين المرجان ديال الملك حتى واحد ما يقدر يهضر. مرجان تابع للملك اوليدي، تابع للسوسيتي ناسيونال دانفيستيسمون اللي معروفه بلا اس ان اي ديالو ديال الهولدين رويال. دابا ولات سميتها المدى ولكن الناس كيعرفوها بسوسيتي ناسيونال دانفيستيسمون. ما كاين هنا حتى شي واحد. انا غنحط الطوموبيله ديالي هنا ويا سلام ما غيقيسها لي حتى شي واحد. يلا ها هو الفيديو، نتمنى ان الميساج يوصلكم، ادعمونا بلايك كما يقول المثل. الله يعاونكم.